مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توك شو. النهاردة معنا موضوع مهم جدا، وهو فيروس كورونا وأزمة التمريض في مصر. النهاردة هنتكلم عن الموضوع ده باستفاضة، لكن دعونا نرحب أولا بالأستاذ الدكتور عزة حسن، أستاذ إدارة التمريض والإدارة الصحية كلية التمريض جامعة اسكندرية، دبلوم الجودة الشاملة من الجامعة الأمريكية، أستاذ زائر في جامعة ميلان وإيطاليا، وأستاذ زائر أيضا في جامعة ساري في إنجلترا. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ، تشرفنا بحضرتك جدا. شكرا جزيلا، شرف لي أنا. طبعا بنرحب الدكتور إيمان سلام، متواجد معنا دايما، الإعلامية اللامعة. الله يحفظك، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك دكتورة، منورانا. ربنا يخليك. الحمد لله، والله يعني قضيناهم مع بعض الحمد لله على خير. الحمد لله والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية احنا كنا مرتبين ان الحلقة جنرال كده او عموما عن ازمة التمريض في مصر. احنا عندنا مشكلة في اعداد التمريض، العدد قليل جدا عن اللي احنا محتاجينه في ارض الواقع قبل ازمة كورونا. فما بالكم بقى بعد ما ظهر الفيروس وابتدى عدد الحالات يزيد جدا، المدى الخطر اللي حوالين الفيروس، مدى قدرة التمريض او الدكاترة الكادر البشري اللي بيتعاملوا مع الحالات اللي في العناية او اللي في العزل او حتى اللي في البيوت، مدى درايتهم بالتعامل مع حاجة زي كده معدية جدا والهجوم بتاعها شرس جدا ممكن يكلف الحياة، فالمشكلة زادت اكتر. في البداية انا متعودين كل مرة ان احنا بنشوف انجازات الجمعية ورقيا، فواتير، أدوية، معارض، مش عارف. النهاردة الوضع مختلف شوية، وبرضو ريليتد لقصة كورونا فيروس. معانا حالة أم فاطمة، المفروض هتدخل معانا مداخلة، مش عارفة هي المداخلة جاهزة ولا لا. الحالة دي كانسر في المعدة، جالها الفيروس من حوالي 12 يوم. معانا دكتور إيمان، احنا معانا الأستاذة فاطمة. أم فاطمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاملة إيه؟ الحمد لله. اخبار صحتك ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن شويه، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. احكي لنا كده ايه اللي حصل في الايام اللي فاتت. اولا قبل اللي حصل في الايام اللي فاتت وقصه الكورونا، انت تعبانه اصلا، عندك ايه؟ انا اساسا انا عندي ورم في المعده، وكنت عامله عمليتين في ظهري برضو اورام، تمام. وكنت بجهز للعمليه الاخرانيه دي لان عندي فم المعده ورم لازم يستأصل. ففوجئت خلال شهر كده بتعب جامد. طبعا انا متعوده على السخونيه والحاجات دي، قلت عادي ده يعني الم الورم السرطان بمعنى اصح. حسيتي بايه بالظبط والاعراض ايه يا ام فاطمه؟ سخونيه، اسهال، وجع في جسمي، ما بقتش بشم، مش مستطعمه اي حاجه، دايما دايخه، هبوط دايما كده، نقص اكسجين عندي. طبعا الاعراض دي كان في منها مشابه لاعراض الكانسر اللي عندي، بس ما كانش للدرجه دي. يعني كده الاعراض حد الى حد كبير. لا، هي بتقول لك اعراض الكانسر، يعني هي يعني كانت الاعراض الموجوده الكنسر. عندها هي اعراض الكانسر بالظبط. طب ازاي فرقت بين اعراض كورونا واعراض كانسر؟ لما رحت اعمل الاشاعه واتحجز للعمليه، كانت درجه حرارتي عاليه جدا، وكان الاكسجين نازل من جسمي جامد. فالدكتور وصل كام يا ام فاطمه؟ كان 68. يعني فاطمة ما دخلت مستشفى ولا اتعزلت في البيت. انا النهاردة مبسوطة وحاسة ان في انجاز، لان الحالة دي اتعزلت في البيت، ما دخلتش. تخيل يا دكتورة، سبحان الله. يعني كانت مرحلة صعبة جدا جدا، يعني تخيلي حضرتك انا كنت بعاني عشان اعمل عملية، وفجأة يجي لي حاجة زي دي، وانا يعني ام الطفلة وظروفنا، يعني انت عارفة حضرتك ظروفنا، انت الجماعة بتاعت حضرتك واقفة معانا، عارفة ظروفنا كانت عاملة ازاي. هي ام فاطمة امرأة معيلة، تعول بنتها 12 سنة. كملي يعني يا بنتي مريضه كمان، مريضه دم، يعني مريضه مناعه، لان بنتي كانت مولوده برضه لوكيميا الدم، كان عندها لوكيميا او سرطان دم. دي الطفله فكان صعب عليا، وبعدين في المستشفى خوفوني كمان، قالوا لي الحالتين مع بعض، يعني خفت جدا. لولا ان انا تواصلت مع جماعه بصراحه في الجمعيه وحكيت لهم، قلت لهم انا بموت، يعني بنتي هتروح فين وكده، قالوا لي لا بتموت ايه، احنا في مرحله هتعدي. وفعلا انا بقالي دلوقتي 13 يوم محجوزه في البيت. ايه اللي تم بقى معاكي؟ 1 2 3 كده، فضل الله يوم وربنا يشفيها. لا، فضل الله. ايه اللي تم يا ام فاطمه؟ علمي الناس. اللي تم من خلال تجربتك. مستشفى الحميات، فحولوني على مستشفى في اسكندريه كوم الشقافه. عملت هناك اول مسحه ظهرت فيها، عملت اشعه رئه، كان الالتهاب بسيط جدا بس المسحه بان فيها. فكان المشكله هنا ازاي اتوافق بين علاج الكورونا وعلاج الكانسر. طبعا كان عايزين رفيق معايا ومصاريف جامده، وانا ما كنتش اقدر على كده. فبصراحه اتصلت على الدكتوره ايمان سلام،
بعدت بصراحة واحد من أعضاء الجمعية الله يبارك له نظم لي العلاج بتاعي، كانوا متابعيني كل يوم لدرجة إن الناس هنا خافوا مني، كانوا عايزين يكمشوني، بيقولوا إزاي مرة زي كده في وسطينا، كانوا بيتكبرين الوضع بطريقة وحشة جدا. وبعدين مع إن بتاع الجمعية كانوا كلهم بيجوا قدام منهم بيقولوا لهم يا جماعة دي حالة مرضية، ده فيروس موجود في العالم كله، يا جماعة إحنا بنيجي عندها أهو بنجيب لها علاجها ومش خايفين. يعني عبال ما اقنعوا الناس، طبعا انا كنت قاعده هنا في شقتي بسمع كلام بيخلينا النهار، طبعا انا تعبانه ما كنتش بقدر اتحرك ولا ارد على حد، بس كان جوايا تعبانه انا كده بموت، يعني فيروس موت، انا كان الكانسر عندي اهون. بس دلوقتي الحمد لله بقى احمد ربنا، لان بصراحه استاذ احمد الدكتور امان سلام بامانه، يعني درجه الاكسجين قال لي يوم واحد لقيت الحقن جالي بالليل، المنطقه هنا بدات تهدى عن الموضوع الفيروس، بداوا يتعاملوا ان في علاج ان في حاجه، طبعا هم ما يعرفوش ان ده بعيد عن المستشفيات وكده، هم في المستشفى ما اثروش معايا، بس ما عرفوش يوفقوا بين المرضين، يعني ما عرفوش يقولوا، يعني انا بقول لهم انا باخد علاجات ثانيه، اعمل ايه؟ توقفت الكيماوي، توقف الدم، توقف، قالوا احنا مسؤولين عن الفيروس بتاعنا. طب اروح تاخد الجلسه بتاعتي؟ قالوا لي معلش، هو انت لو وقفتي، لو دلوقتي لو وقفتي قصه الكيماوي، طب هيحصل تصاعد، حاله صعبه، الحاله طبعا. صعبه. طب ازاي احنا مالناش دعوه غير بالفيروس بس، عشان نقدر نواصل او نتابع الحاله. ثانيه يا ام فاطمه، خليت دكاتره من حمياتي يكلموها شخصيا. انت عارفه انا عملت ايه؟ شخصيا انا حتى مش هبقى وسيط، انقل الاعراض، يتواصلوا معاها. طب هناخد واحد، طب هناخد اثنين، طب ايه لمده كام ساعه؟ لان هي بتاخد حاجات للكانسر وبتاخد حاجات للكل، وانت لازم توفقي ما بين الاثنين. الفكره، ما انا يمكن هي اول مره تسمع الكلام ده مني. انا الخميس اللي فات وانا جايه كانت هي معايا على التليفون، وانا متاكده ان دي حاله عنايه، وعماله ادور على عنايه خاصه. خلاص ومفيش، والتكلفه للاسف يا جماعه، انا سالت الاسبوع اللي فات لقيت المستشفيات الخاصه تامين 50,000 وفي اليوم من 20 ل 30 حالات الكورونا. فاتصدمت، طب احنا هنجيب منين واحنا بنلم اصلا بالحاله؟ فطيب نحاول نظبط الدنيا. طب خدي جهاز نيبولايزر عندك، خدي جهاز بلس اوكزوميتر عندك عشان نتابع. يعني انا بعتها لحد كذا، حد صدريه قال لك دي حاله عنايه. عارفه لطف ربنا سبحانه وتعالى، يمكن لطف بيها وبنتها، لان فعلا فعلا ام فاطمه لو لا قدر الله في حاجه، البنت ال 12 سنه دي هتروح فين؟ تمام. فالنهارده بفضل الله، انت بقى حاسه بايه النهارده؟ لا انا النهارده الحمد لله كويسه خالص، الحمد لله. حافظتي على راحتك ال 14 يوم اللي فاتوا او ال 12 يوم؟ يعتبر يعني يعتبر كنت في دنيا غير الدنيا، بس الحمد لله عملت الالتزامات اللي حضرتك قلت لي عليها والدكتوره سهام قالت لي عليها، الحمد لله. انا كل حاجه كنت بتصل على طول بحضرتكم، بالدكاتره اللي هم كانوا بيتابعوا معايا حضرتك، بصراحه كل حاجه كانوا بيقولوا لي عملتها، لدرجه ان انا مش مصدقه ان انا عديت. انا حاسه دلوقتي الحمد لله ان انا عديت والله، رغم ان في حالات وفيات حصلت كتير. ام فاطمه لو سمحت، يا ام فاطمه يعني انا عايز اسال حضرتك سؤال، وده يعني اعرج بالسؤال للدكتوره ايمان سلام. قصه ان الناس تخاف منك او تقول لك ابعدي عننا انت عندك كورونا، كنت بتتعاملي معاها ازاي؟ والله اقول لحضرتك الحاجة، انا كنت بسمع الكلام وانا نايمه على السرير هنا. فطبعا عشان اجي ارد ما بعرفش، كنت تعبانه قبل ما اقف. بصراحه الاستاذ اللي كانت بتبعته الدكتوره ايمان، استاذ احمد، كان بيقول يا جماعه دي حاله مرض زي اي مرض، تتعاملوا عادي ما اعرفش ايه. احنا عاطينها كمان ان 95 عشان برضه احنا خايفين على اللي حواليها. بالتاكيد انا تعبت لدرجه ما طلعت قلت لهم يا جماعه ده فيروس بيروح، انما السرطان ما بيروحش، انا مريض السرطان 5 سنين. يعني يا جماعه ده وباء نشر في الدنيا، المفروض ان انتوا عرفتوا تساعدوني ونساعد بعض. هو ربنا رب المستحيلات طبعا. بالتاكيد يعني بداوا يتقبلوه من يومين بس، انما قبل كده كان في معامله وحشه. دكتوره ايمان، بالنسبه لقصه التنمر، تمام، فلان عنده فيروس كورونا، ثواني بس اشرح لحضرتك السؤال، وعايز حضرتك تستفيدي في النقطه دي بالذات، لان النقطه دي مشكله جامده جدا. تمام، انا دلوقتي فلان عنده فيروس كورونا، لا انا اتعامل معاه يعني بحيطه، ماشي بحذر، انما اروح يعني عشان هو عنده فيروس كورونا ابعد عنه ويعني واستحقره ويعني اتكلم معاه بطريقه وحشه؟ التباعد الاجتماعي، يعني انا ما اتكلمش في التباعد الاجتماعي وحضرتك، انا بتكلم في ايه بالظبط؟ التباعد الاجتماعي للوقايه وليس للازدراء. بالظبط، احنا كلنا هناخده على فكره، دي معلومه لازم الناس كلها تعرفها. تمام، هناخده بقى بنسب متفاوته. انا في الفتره فاتت كنت قلقان انا ممكن يكون عندي ايه المشكله،
تمام. انت كنت قلقان في فتره من فترة انه يكون ايه المشكله، شويه اعراض بتظهر يا جماعه. انت خايف النهارده ممكن يجي لك بكره دور برد، ادوار البرد يا دكتوره مش بتنتشر بالظبط، الناس كلها على دخله الشتاء وعلى دخله الصيف مش بيجي لهم البرد، هتمنعوا ازاي؟ وبعدين معلش انت هتزدري حد النهارده او يعني انا يعني قصه التنمر دي حاسه انها كلمه كبيره شويه، ولكن بس النهارده هي طب انت بكره هيجي لك داين تو داين يعني عمليه حرقه ومشي يا جماعه، يعني هو دايره كلنا هتدور علينا كلنا. كل واحد بس اولا يحضر نفسه كويس جدا. مامة فاطمة البنوتة نفسها أنا برضو عايزة أقول ده، زي ما في ناس كانت متضايقة زي ما في ناس خدت البنت وعزلتها عن أمها يعني ده واحد، ده موجود وارد وده موجود وارد، بس العملية إيه سهلة يعني ما لا الخوف زيادة عن اللزوم. ما هي أنا بالنسبة لي حالة كانسر جالها حاجة زي كده الكتاب بيقول إيه يا دكتورة يعني حالة زي دي؟ طبعا هي أكتر عرضة إن هي تاخد الفيروس ويبقى فيه لا قدر الله يعني تبعات كبيره جدا، ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض الله. فسبحان الله فعلا يعني الفيروس ملوش كتالوج، ما فيش حاجه اسمها مسلم بقى دي جاله فنبعد عنها ولا ده لا 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 طبعا. طيب طبعا انا بشكر ام فاطمه شكرا جزيلا على تحياتي، هذه ربنا يكمل شفاكي على خير. عايز ارجع للدكتور عزة، دكتور عزة يعني هي اتكلمت في نقطه مهمه جدا، يعني نقطة يعني لازم نوضحها، والدكتورة إيمان سلام حلتها. طيب أنا دلوقتي ما عنديش الدكتورة إيمان سلام في حياتي، تمام؟ ما عنديش الدكتورة إيمان سلام تنظم لي الدواء بتاعي، الدكتورة إيمان سلام نظمت الدواء بتاع المريضة دي. طب في ناس عندها أمراض أخرى، إزاي تنظم العلاج بتاع الأمراض الأخرى مع علاج فيروس كورونا؟ تمام. طبعا يعني لما نيجي نشوف الناس اللي هم طبعا اكثر عرضه لفيروس كورونا زي ما ام عمر قالت، هي كان عندها ام فاطمه كانت عندها كانسر، وفي ناس طبعا بيبقى عندها سكر، عندها ضغط، عندها القلب، فدي مشاكل صحيه ممكن يكون في لا قدر الله اي انسان معرض لها. طيب المفروض انه المريض ده بيبقى ماشي على علاج معين، المفروض ان هو يبقى عارف علاجه ماشي ازاي بالظبط. طيب. لا قدر الله اصيب بكورونا، المفروض ان هو بيبتدي البروتوكول العلاجي الى جانب العلاج بتاعه. اثناء فتره العلاج هو ممكن يتواصل مع الدكتور بتاعه ويقول بالظبط، وكونسولته طبعا كونسولته يعني الدكاتره اللي هم في مستشفى العزل مع الدكاتره اللي هم قائمين على علاج الشخص سواء بقلب او صدر او يعني او اي حاجه من دي، بيتعمل كونسولته وبيقعدوا ويقترحوا بروتوكول علاجي ماشي تمام. يعني يتزامن كورونا مع المرض بالظبط كده. يعني انت قصد حضرتك ان واحد اي حد عنده مرض مزمن ولا قدر الله جاله فيروس كورونا يروح يتواصل مع الطبيب المعالج يضع له برنامج علاجي لده ولده؟ المفروض تمام. المفروض بس طبعا بما ان احنا بنتكلم في فيروس كورونا فاحنا طبعا عارفين ازاي نتعامل في القصه دي، بنروح لاي مستشفى عزل وبنطلب منهم انهم يعملوا لنا المسحه بحيث ان احنا نتاكد اذا كان ده فيروس كورونا ولا لا، علشان ان احنا بعد كده لو تم العزل يبقى احنا عارفين واخدين احتياطاتنا وعارفين احنا هنمشي في البروتوكول العلاجي بتاعنا ازاي سواء لكورونا او العلاج الاخر. بس انا برضو هنا عايزه اقف اقول حذاري من انه حد يوقف العلاج بتاعه بالظبط، يعني حذاري لانه مثلا مرضى القلب، مرضى الضغط، مرضى السكر، يعني في ناس يعني حياتها متوقفه تماما على علاج طبعاً. يعني مثلا على انسولين ما ينفعش باي حال من الاحوال ان هو يوقف الانسولين. ما تقوليليش ان انا مثلا اوقف يعني ده في لحظات لا قدر الله السكر بيعلى والانسان بتبقى اكيد طبعا مشكله فدي. طيب. يعني دكتور احنا واقفين فين في قصه الكورونا؟ طيب الاول احنا انا كنت عايزه اسال الدكتوره سؤال تاني خالص قبل ما ندخل احنا فين، ازاي اثرت يعني اثر قله عدد الممرضين والممرضات في المستشفيات وخلى عدد مصابين بكورونا يبقى في الصعود دايما؟ طيب انا عشان اجاوب على السؤال لازم اخده من شقين. تمام. الشق الاولاني الا وهو العدد الموجود من الممرضين او القطاع الطبي عموما. تمام. والشيء الثاني هاخده من ناحيه مجتمعيه يعني التباعد الاجتماعي زي ما كنا بنقول عليه. انما انا هبتدي مع التباعد الاجتماعي لحد الان بالتاكيد الحته بتاعتي انا كنت عايزه
انور فيها شويه. ليه حته الاحصائيات هرجع لها. قبل الاحصائيات احنا واقفين فين؟ نتباعد، نمارس حياتنا عادي، الدنيا الديلي لايف بتاعنا والحياه اليوميه عادي، لا نخلينا ستوب شويه، الضروريات بس هي اللي ننزل لها. ايه احنا واقفين فين؟ هو احنا طبعا المفروض ان احنا دايما بنتابع وبنقول الكلام ده، انه يجب انه علينا ناخذ الحذر والحيطه الى اخر وقت ممكن، ويتقال لنا من الجهات المسؤوله انه خلاص في امكانيه ان احنا نعيش حياتنا بشكل العادي. تمام. ولكن الى الان انا ما اقدرش اقول انه ما فيش تباعد اجتماعي، بالعكس ده انا لازم اصمم عليه واقول ان انا لازم اخد كل الاجراءات الاحترازيه، من لبس ماسك، من غسيل ايدين، من عدم تواجد كتير في الشارع، وان يكون في تجمعات، وده للاسف اللي احنا بنشوفه ده. كان ليكي تعبير معايا في الاعداد واحنا بنحضر الحلقه، قلت لي انت شايفه ايه؟ والله في انفلات. انفلات، الكلمه دي عجبتني جدا. انا شايفه نفس القصه، الناس بتطير طيارات على البحر، للأسف. ناس جايين من محافظات، يمكن بتكلم على اسكندريه، ناس جايين من محافظات كثافه عاليه جدا، الناس بتحضن بعضها وتبوس بعضها وتقعد جنب بعضها وتشرب مع بعضها، الدنيا هيصة. دي مشكله. احنا لغايه الان مثلا انا في قطاع الجامعه عندي احنا في اقل القليل بننزل نروح الشغل، ده مش معناه ان احنا ما بنشتغلش، احنا بنعمل شغلنا كتير جدا في البيت. من البيت. كلنا بنشتغل على كل حاجه ممكن يتخيلها اي حد فينا، يعني شغلنا كله بنعمله من البيت، اللهم الا للضروره القصوى احنا بننزل بنروح نخلص اشيائنا، وفي تباعد ما بيننا وبين بعض. التباعد هو ده التباعد المجتمعي، التباعد المجتمعي، ثواني، هو ده التباعد المجتمعي اللي حضرتك بتقولي عليه بالنسبه لقله عدد عدد الممرضين او قله عدد التمريض في وازاي اثرت على ارتفاع المصابين بعد بازمه كورونا. عدم وعي المجتمع هو السبب في انه بالزبط. ارتفاع الاعداد المصابه وكل مش قله عدد التمريض. في قله عدد التمريض دي ازمه موجوده صح كده من زمان. ماشي يا دكتوره، بس هي برضو ممكن قله عدد التمريض ممكن تكون ادت الى زياده عدد المصابين، ولا يعني حضرتك مش معايا؟ لا، هو العدم اتخاذ الاجراءات الاحترازيه اتسبب في عدد كبير من الحالات، وكان دايما الدوله بتحذر من كده في البدايات خالص، أو وقت ما كنا لسه في العشرينات والخمسينات والمية، وكان دايما بيدق ناقوس الخطر بيقولوا خلي بالكم، لانه لو الاعداد زادت مش هنلاقي سراير، مش هنلاقي مستشفيات. بالظبط، يعني الناس الحكومه حذرت من ده. الى جانب بقى المشكله الاكبر انه كمان القطاع الطبي بيبقى فيها او وعلى راسها التمريض، وهقول لي على راسها التمريض لانه التمريض هو خط الدفاع الاول. بالضبط. يعني اذا كان الطبيب بيدخل وبيتعالج او بيتعامل مع المريض لمده 5 أو 10 دقائق، ال 24 ساعه بيتهم كل ده بيكون مسؤوليه الممرضه. فالممرضه على تواصل مباشر مع المريض. طيب كتير من الممرضات، وانا باخد النهارده الاحصائيه لقيها انه واصلين عدد الاصابات فيهم 70، وحالات الوفاه مش عارفين يقدروها لغايه الان على ما يعني 70 ايه يا دكتور؟ 70 حاله. 70 حاله فيها عدوى في الممرضات. في الممرضات كام يعني النسبه بقى؟ لا ما اقدرش اقول النسبه كام دكتوره، لانه في عدد من الممرضات في العزل. لسه موجودين في العزل الان. في العزل مع الحالات. مع الحالات اللي هم بيشتغلوا في مستشفيات العزل. ولا هم معزولين لان هم مرضى؟ ما هم كانوا بيشتغلوا في مستشفيات عزل فاصيبوا فدلوقتي هم معزولين، بيخلصوا وقت العزل بتاعهم وبيرجعوا تاني يشتغلوا تاني. بالظبط، يشتغلوا تاني. فدي قصه تانيه، دي قصه مهلكه جدا للقطاع الطبي وللممرضات. طيب في حالات وفيات، يمكن انا ما عنديش العدد الدقيق لانه طبعا بتتحدث حاليا يعني ما نعرفش. طيب دكتوره ايمان، يبدو ان ام فاطمه عوده الاتصال مره اخرى، ويبدو ان هي عايزه تقول حاجه. السلام عليكم ام فاطمه. عليكم السلام، معلش انا اسفه. انا اتفضلي يا فندم، اتفضلي. انا اقول لك على حضرتك، انا بسمع الناس كلها ان ده فيروس منتشر بس في علاج، بس انا بطلب يعني في ناس كتير انا لقيت اللي اهتموا بيا، لقيت اللي يعني جروا عليا. انا معلش معلش انا اتكلم بطبيعتي كده، انا اقل شته كنت بصرفها ب 700 جنيه اقل حاجه. يا ريت يعني في ناس كتير زيي، في ناس بتموت فعلا هنا
ان هم بيقولوا حاجه زي ديت، او المستشفى ما اثرتش، بس صدقني صدقني التعامل معايا بره لولاه انا كنت مت وسبت بنتي. يعني انا بطلب من حضرتك وفي ناس كتير اهل خير يشوفوا الناس اللي زينا، لان المستشفيات مش مكفيه. انا المستشفى قالوا لي طب احنا نعمل لك ايه؟ انا كنت مطلوب مني اخش عنايه مركزه، كنت بموت رايحالهم بموت، بيقولوا لي مفيش مكان شوفي حته ثانيه. فانا يعني لولا الناس اللي وقفت معايا دي، لولا الدكتوره ولولا الدكاتره كتير رنوا عليا انا ما اعرفهمش، صدقني من كترهم مش عارفه اسمائهم ربنا نجاني. في ناس هنا عندنا بتموت مش لاقيه اللي يواصل معاهم زي المستشفيات، اه كتر خيرهم، بس ما فيش برضه الاهتمام ان احنا نطلع من حاجه زي ديت. فانا بقول لحضرتك معلش ماشي، دي الناس دي توصل للناس ديت وتوعيهم وتعاملوا ان ده مرض طبيعي زي اي مرض، مش حاجه يعني مكره ولا حاجه وحشه، ده حاجه من عند ربنا. وانا بشكر الدكتوره ايمان وبقول لها ربنا يبارك فيكي، مش عشان انا بسجل، لا والله والله وحياه بنتي اللي عندي غيرها، انا فعلا كنت موت، ما فيش ايدي مش طايله، انا كنت عارفه اعمل عمليه لولا برضه هي كانت بتساعدني فيها. فتخيل حضرتك واحده عايزه جهاز اكسجين، عايزه ادويه، عايزه رعايه في البيت، ما كانش فيه ده كله. فانا اتصلت تاني عشان اتشكر لها، لان انا عاجزه ان انا اتشكر لها، ما بتدينيش فرصه حتى ان انا اتكلم معاها واتشكر لها، وبتشكر لكل الدكاتره اللي تابعوا معايا. كله بامر، ده واجب مجتمعي كل واحد فينا. معلش ربنا يديك الصحه. بتعامل معايا زي حضرتك، وانا ناس كانت بتجيلي تحت البيت بتديني الحاجه، ما حدش كان بيعمل معايا كده. الناس يعني صاحب البيت اللي انا ماجره عنده كان هيكرشني اول ما عرف، يعني كان هيكرشني. تخيل واحده مريضه ما بتقومش بيقول لها اتصل عليا بيقول لها سيب البيت وامشي. مشكلة والثقافة والتوعية عند الناس تحت الصفر. تجربة الكانسر اللي انا مريت بيها، فانا بشكركم وبقول يا ريت توقفوا مع اللي زيي، يا ريت في زي كتير قوي بيموتوا مش لاقي حد يقف معاهم. شكرا يا ام فاطمة وربنا يديك السلامة يا رب. ام فاطمة جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات. لكن انا عايز قبل ما ارجع لحضراتكم عايز اناشد السادة المشاهدين، يعني انتوا شايفين ام فاطمة بسم الله ما شاء الله بناشد حضراتكم ان انتوا ان يعني للتوعية اول حاجة، الحاجة التانية ان احنا لازم يعني نشعر ببعض، تمام؟ احنا ام فاطمة دلوقتي بتقول انا في زي كتير، مين يعني مين غيرنا نقف، يعني لازم نقف جنب بعض، لازم يعني نشوف المحتاج ونديله، مش شرط يعني مش شرط ان هو يعني ايه، انا ممكن اكون محتاج وفي حد تاني محتاج، انا هدي اللي محتاج اللي زيي برضه. المساهمه المعنويه أكيد. المساهمه المعنويه، خلي بالك انا ما حدش عندي من اللي راح لها خد العدوى. في حاجه كمان، في حاجه كمان يا دكتوره ايمان سبحان الله، يعني الست برضه يعني اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما يا رب يا رب. ان الست دي برضه بتقول انها عندها كانسر، طيب انا هجيب منين؟ انا بدعو حضراتكم للمشاركه والمساهمه معانا في جمعيه انقاذ حياه الطفل بمشاركاتكم وتبرعاتكم، ليه؟ عشان نقف جنب الحالات دي. حاله زي ام فاطمه دي ما لقيتش اللي يقف جنبها، ربنا سخر لها جمعيه انقاذ حياه الطفل والدكتور ايمان سلام عشان يقفوا جنبها. طيب الدكتور ايمان سلام لازم لها دعم برضه، وجمعيه انقاذ حياه الطفل لازم لها دعم برضه عشان تواصل المسيره وتواصل المشوار وتقدر تكمل مع غيرها ومع غير ام فاطمه وتتبرع وتعالج الناس. دكتوره ايمان يعني عايز ارجع لحضرتك، يعني هي اتكلمت ام فاطمه في نقطه مهمه للغايه. انا دلوقتي انا بتقول انا اتكلمت، في غيري ما بيتكلمش يقول انا عندي، عدم الكلام والخوف من الناس ان انا يعني الناس تقول ان انا عندي مرض فيروس كورونا ويعني ويبعدوا عني او يستقذروني او يستحقروني ويبعدوا عني، الكلام ده ممكن انا اخاف ان انا اتكلم. هو ده غلط برضه، ده غلط بعينه. احنا انا اعرف حالات كده والتزور عادي، يعني التزور عادي والله العظيم، دي مشكله غلط على نفسه اولا ان هو ممكن يموت من غير علاج. لا هم بيعالجوا نفسهم بس ما بيقولوش. في ناس ما هو في ناس تخاف تروح المستشفيات على سان ما يتعرفش ان دي برضه وارد. في ناس على فكره في ناس بتتعامل معاه عدم الكلام مع الغير، عدم الكلام يعني وتحذير الغير. انا اعرف ناس اتعاملت معاه لانه برد عادي وما ابتدوش يوعوا غير لما الدنيا ايه بقى، ده ضيقه النفس من اقل حركه مش قادره اتحرك، نهجان، حسوا ان في ايه مشكله. نرجع للنقطه بتاعه الدكتوره عزه. دكتوره عزه قلت لي الدبليو اتش او كان ليه حاجات صادره امبارح تقريبا او اول او منظمه الصحه العالميه، ايه اللي اتقال؟
انا حاجه على حضرتك بس هكمل لان انا طيب. ما وافقتش الشق اللي هو الخاص بالاعداد. تمام. طيب انا برضو كان سنه 2017 كان صدر من ال WHO والبنك الدولي والامم المتحده قالوا انه المفروض انه العدد المثالي من الممرضات يكون 40 ممرضه لكل 10000 شخص. 40 ممرضه لكل 10000 شخص. ال 10000 دول مش جوه المستشفيات، لكل في العادي بتتكلم في الناس برضو يبقى على عادي حسب تعداد النسمات في المكان كله او الجمهوريه كلها. طيب احنا كنا واصلين كام؟ احنا كنا واصلين 14 ممرضه لكل 10000. تخيلي من 40 ل 14. من 40 ل 14. ده كان في سنه 2017. طب نتكلم في حاجه اوقع شويه، العنايه المركزه السري، يعني انا عندي مثلا 10000 في العنايه المركزه. تمام. ال 10000 محتاجين كام تمريض في الشيفت الواحد؟ شوفي لو انا ما اقدرش اقول كام بالظبط لانه مثلا في يعني في اتجاهات مختلفه. في امريكا مثلا بيقولوا انه واحد لواحد. واحد انا معديه على فكره. واحد لواحد. ممرضه لكل ممرضه. لكل سرير. ممرضه لاثنين لانه العنايه الحرجه والعنايه الفائقه دي بتبقى عايز اهتمام اهتمام بالغ. وتركيز للثمان ساعات او ال 12 ساعه. الى جانب بقى ايه انه في بريك، يعني في فتره راحه للممرضه دي. مفترض ان يكون في واحده ريبليسر لها باك اب هي ترتاح واحده بدل يعني في الشيفت اثنين ممرضين المفروض. المفروض فلكل مريض يعني ده المفترض. علشان كده مش حاضر اقول انه مثلا نقول واحد لواحد ان احنا نتبنى مثلا امريكا ان هو واحد لواحد او في اوروبا. لا يعني انا مثلا هقول واحد لاثنين. واحد لاثنين. واحد لاثنين. بصي كنت قاريه احصائيه من كام سنه ان في الحضانات، قصه الحضانات، لان الحضانات هي عنايه مركزه بالتأكيد. بس فرق سن بالتأكيد. دي للكبار ودي للاطفال لسه مولوده. واحد لاثنين يعني كل حضانتين لازم عليهم ممرضه. بالظبط. مش الاعداد اللي يعني احنا بنلاقي مثلا مثلا 30 حضانه عليهم 2 3. بالظبط. ده ما ينفعش. مظبوط كده. دي مشكله وخصوصا مع البيبي. يعني الاطفال دول عايزين رعايه كمان اكبر بكتير من الكبير لانه ما بينطقش. بالظبط. وبعدين له احتياجات كتير اكتر برضو من الكبير، يعني عايز غيار وعايز اكل وعايز يعني الحاجات الطبيعيه الى جانب بقى علاجاته. فعارفه يعني مش سهل خالص التعامل. بالعكس بقى ده مع الاطفال يعني بيقولوا انه في بعض الاحيان ممكن يكون لازم يتوفر اثنين ممرضه لكل بيبي. ده في بعض الاحيان. في بعض الاحيان. في بعض المدارس. في بعض المدارس في فرنسا مثلا. في فرنسا مثلا بيتبنوا لانه بتبقى الممرضه منهكه من التعامل مع يعني انا مثلا فتره الامتياز بتاعتي لما قضيتها انا الحقيقه كنت فعلا تعبانه جدا لانه بس احنا كان عندنا اعداد كنا بنتعامل مع عدد كبير من الاطفال. فدي في حد ذاتها مشكله لان انت بشر برضو. طبعا. فبيجي تركيز بينهك. بالظبط كده. وهو القصه كلها تركيز. بالظبط. لما تقعدي 12 ساعه تشتغليهم وخصوصا بالليل فده برضو له طبعا يعني تفكير بشكل معين او لازم يوصل. محمد كلاني عندنا فاصل ولا حاجه؟ بشكل معين. فده يعني بالنسبه للاعداد. طيب من رؤيتك كده التعاقد اللي بيتم، وان انا برضو كانت معلومه عندي ان التمريض بيطلع بره يتعاقد وبيسافر ومش عارفه ايه، ده اللي عامل شورتج او عامل نقص وازمه في القصه دي، هل عندك نفس الاسباب ولا عندك اسباب تانية؟ لا الحقيقه انا ما يعني معلش في النقطه دي بختلف شويه مع حضرتك لانه الاحصائيات او التقارير بتقول انه نسبه 5% فقط هم اللي بيطلعوا يشتغلوا بره. 5%. يبقى انا اصلا العدد بتاعي اللي موجود على الارض قليل. دكتوره ايمان. أوكي. الدكتوره عزه هتجاوب بعد الفاصل. طيب. فاصل قصير وارجع لحضراتكم مره اخرى. هاني حب يعمل خير هو ومراته فقرروا يتبرعوا لجمعيه انقاذ حياه طفل لانهم سمعوا عن نشاط الجمعيه في توفير حضانات للمواليد لغير المقتدرين. هاني لما راح مقر الجمعيه اتفاجئ ان الجمعيه على مدار 10 سنين قامت بعلاج اكتر من 30 الف طفل مريض، 10000 عمليه قلب، 8000 عمليه مخ واعصاب، 2500 حوادث طرق وعنايه مركزه، 2000 حاله اورام، 1500 جهاز طبي للفقراء، 500 طرف صناعي، كفالة تعليم 10000 طفل من أسر المرضى، سداد ديون أكثر من 1000 غارمة ممن عليهم أحكام، 100 مشروع متناهي الصغر.
كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحثي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات. هاني ومراته جابوا زمايلهم كمان يشاركوا في الخير ده. انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. شارك معانا ولو بالقليل. بنك مصر فرع إيزيس. مشاهدي الكرام، ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. كانت الدكتورة إيمان سلام سألت الدكتورة عزة حسن في سؤال، نسمع إجابته. حضرتك كنت بتساليني بتقولي لي هل يا ترى نسبة اللي بيسافروا بره هم يعني ده السبب الرئيسي؟ ده السبب الرئيسي؟ لا، هو انا ما اقدرش اعتبره ان هو السبب الرئيسي، لانه في بعض التقارير بتقول انه نسبة 5% فقط من اللي بيسافروا بره هم من يبقى العدد على الارض اوريدي قليل. قليل 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 الى جانب إيه؟ الى جانب مثلا بناخد في اعتبارنا كمان انه نسبه 14% على المعاش ورعايه طفل وكده، الاجازات اللي هي العاديه والاجازات خلاص، فيتبقى لنا النسبه اللي هي اللي احنا بنشتغل بيها. طب ليه ما نزودش اعداد المقبولين؟ علشان نزود اعداد المقبولين، حضرتك بقى دخلتي هنا يعني في صميم يعني طب نزود اعداد المقبولين، لازم يكون عندي البنيه التحتيه اللي تستوعب هذه الاعداد. بالظبط. ما عندناش؟ لا طبعا احنا ما عندناش بالشكل اللي احنا يعني عايزينه بقى. في يعني مدرسه انشئت في قريه عندنا في ابو حمص، تم انشاء مدرسه تمريض للبنات، لكن هم يعني خلوا البنين في القريه والبنات ودوهم المركز يعني في المدينه. بس ده انا مش عارف ده تبع الوزاره ولا ما مش عارف حاجة خاصة؟ لا لا، تبع وزارة التربية والتعليم. خلاص ننادي من هنا ان احنا عايزين نزود الجهات يعني النهاردة انا عندي ازود اعداد مدارس التمريض ونطلب فتح باب التبرعات ليها، ايه المشكله يعني؟ بالزبط. ما العمليه كلها ماشيه بالتبرعات، المنظومه الصحيه كلها في مصر من انا بقى لي 20 سنه في القصه دي، قصه كلها ماشيه بالتبرعات. وفي بدل ما فيش مشكله المجتمع المدني يتدخل عشان نحل ازمه بالتبرعات برضه، لان فعلا دي حياه بني ادم، اللي على السرير ده ايا كان بقى رضيع او حد كبير، ده حياه بني ادم. الغلطه فيه بجول ممكن يطلع. طب وعلى ايه؟ لو انا عندي الامكانيه دي نزود امكانياتنا، لو عندنا مشكله في الامكانيات زي ما حضرتك بتقولي يبقى نزود امكانياتنا والمجتمع المدني يتكاتف ونعمل حاجه زي كده. طيب هو احنا عايزين اعداد فقط ولا عايزين اعداد بكفاءه معينه؟ لا طبعا الكواليتي او الكفاءه اكيد والجودة طبعا مهمة جدا. مش كده؟ طيب برضو هنا في رايين متناقضين يعني في وزاره الصحه والنقابه بتقول لا احنا ما عندناش اعداد قليله، احنا بالعكس احنا عندنا العدد كافي، وكان اخر حاجه احصائيا طلعنا عندنا 252 الف وي ممرضه، 252 الف وي ممرضه، ودول يستوعبوا لحضرتك الكلام اللي قال ما عندناش مشكله. ولا ننتظر دكتوره النقابه ووزاره ننتظر دكتوره ايمان. الدكتوره عزه كانت بتتكلم بتقول 40 ممرضه لكل 10000. طب هم ما قروش الكلام ده اللي بيقولوا ان احنا عندنا عدد كافي؟ لا ما انا بقول لحضرتك احنا عندنا ازمه عارفاها من سنين. طيب ما اصل بقول عدد مش كافي. على فكره مش طالعه ايام فيروس كورونا بس يعني مش قصه الفيروس هو في الاصل في ازمه. اكيد انا على الجانب الاخر لا منظمه الصحه العالميه بتقول لا في ضوء الاحصائيات اللي هي بتعملها وكمان مع زي ما بقول البنك الدولي والامم المتحده، لا بيقول لك انه انتوا عندكم مشكله اخرى مش النقص فقط. إيه هو هي؟ جوده التعليم عندكم. التعليم اكيد. وكمان اللي احنا يعني عايزه اقول لحضراتكم احنا عندنا اربع ليفلز، اربع مستويات من التعليم اللي هو الاساسي. يعني احنا عندنا نبتدي من البكالوريوس، عندنا معهد فني صحي، عندنا الدبلومه اللي هي 5 سنين، وعندنا 3 سنين. فاحنا سكاترد، احنا ممزقين مشتتين. بالظبط. مفيش اي ستريت فورورد كده لوكينج لحاجه معينه، مفيش، ما عندناش استراتيجيه بتقول لنا احنا نمشي ازاي. فكل مجموعه شغاله بروتوكول مع نفسها. بالظبط كده. طب ليه ما يتمش توحيد البروتوكول واحد؟ انا في الاول في الاخر او في الاول وفي الاخر بطلع تمرين. ده اللي طلبت بيه. صح كده؟ ده اللي طلبت بيه منظمه الصحه العالميه، وقالت ان المفروض الحد الادنى يكون البكالوريوس.
الحد الادنى، الحد الادنى يكون بكالوريوس، يعني اللي هو اللي هو يعني اللي في مدرسه التمريض دبلوم، دبلوم ما ينفعش ان كواليفايد. يعتبر كده، بس هخليه كواليفايد ازاي؟ بالخبره والاكسبيرينس. بالظبط كده. في استراتيجيه، في استراتيجيه ان احنا ننميهم بقى. الاستراتيجيه دي جايه بالكونتينج اديوكيشن اللي هو التعليم المستمر، وبالتريننج. فانت ترفع مستواهم، مش برضه مش كلمه رفع مستوى فقط، لا دي سياسه هتستديم معانا العمر كله. ده اكيد مفيش حد بيدخل وبيطلع. اكيد طبعا بيقوم بالتريننج او الدورات التدريبيه دي يا دكتور. ما هو احنا ممكن نعمل ده ونوسعه من خلال المستشفيات نفسها. لابد انه الوزاره والوزارتين، وزاره التعليم العالي ووزاره الصحه، يتبنوا هذا الموضوع ويتحط له تشريعات وسياسات، يعني تطلع بيه تشريعات من مجلس النواب وتنفذ من قبل وزاره التعليم العالي ووزاره الصحه. انما انا ما اقدرش اخلي كل مستشفى تبقى لحالها، ما هو برضه ساعات. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي دي الغطاء الاساسي او الشيء الرسمي، وزاره التعليم العالي ووزاره الصحه. تمام. بس يبقى في بروتوكول يتعمل يمشي بيه كل يمشي على كل المستشفيات، بحيث ان الكوادر اولا عددها يزيد وفي نفس الوقت مستواها يعلى. بالظبط. طيب ده انا مع حضرتك جمله وتفصيلا، بس عشان اعمله انا عايز ايه؟ انا لسه كنت هسال السؤال ده، ازاي اطبقه اصلا واعمله؟ ولعلمك الامكانيات موجوده في المستشفيات. بالظبط. يعني موضوع المستشفيات ده بتوع المستشفيات الخاصه ممكن يزعلوا، بس انا على عيني الناس دي تقدر تعلي من الكوادر بتاعتها وتقدر تكتسب. يعني واي نوت ان انا اعمل كده حته او برانش جوه كل مستشفى، حته تعليميه. ده عظيم جدا، بس انا برضو هدي لحضراتكم مثال نحل بيه ازاي الازمه. يعني برضو انا بنقرا ونتصفح بنلاقي انه في بعض رجال الاعمال بيتولوا دلوقتي فتح مدارس خاصه علشان ياخدوا كل المشاكل بتاعه الصناعه بتاعتهم ويبتدوا يدرسوها ويبتدوا ياهلوهم بحيث ان هم يتلاقوا المشاكل دي. ده البحث العلمي على فكره، يعني بسم الله ما شاء ده الله، ازاي البحث يعني العلمي يخدم. فكره 10 على 10 جدا. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني زي حضرتك. فليه رجال اعمال ما يدخلوش مشاركه مع الدوله؟ بالعكس، الدوله بتنادي اصحاب المستشفيات، اصحاب المستشفيات هم رجال اعمال. الله ينور عليك يا دكتور. يعني عشان كده بقول حته منها تعليميه، مشاركه مجتمعيه. بالظبط. مشاركه مجتمعيه لابد منها، ولكن تبقى برضه تحت مظله الدوله. ليه؟ علشان يكون النظام هو واحد. نظام واحد ماشي بيه الجميع. تمام. وبعدين لابد ان كل ممرضه تحصل على عدد ساعات تدريب سنوي لا يمكن تقل عنه علشان تبتدي تطلع لمرحله ثانيه وتشتغل تانية. وتشتغل. انما كمان علشان انا اقفز على مشاكل ثانيه، انه ما اخدهمش من شغلهم المباشر مع المريض واولهم ليه شغل اداري. واقول التعليم المفتوح، بالتعليم فعلا في ناس من التمريض عدد كبير بيقدموا تعليم مفتوح، ولعلمك برضو داخل فيها نظره المجتمع للاسف. صح كده؟ انا عايزه اقول لك، يعني عارفه دكتوره ايمان، هي نظره المجتمع ما زالت سلبيه جدا تجاه التمريض. نظره المجتمع سلبيه جدا تجاه التمريض. انا بقدم تعليم مفتوح وانا ممرضه عشان انا يعني الناس شايفه ان انا ممرضه اكس، يعني دايما كده عليا علامات استفهام. طب ايه هي علامات لا يا دكتوره ثواني بقى، ده انا لازم نفصل في النقطه دي بالذات. ليه نظره المجتمع للممرضه يعني اكس زي انت ما بتقولي؟ يعني لا حضرتك، لا انا لازم نتكلم، لا لازم يعني هي في الفيلد. اولا التمريض هو وهم الاطباء هم اللي كانوا شايلين مصر كله، العالم كله. لا لا انا بتكلم في العموم. انا في العموم التمريض بيدخل مثلا تجاره جامعه مفتوحه يا دكتوره ايمان. ثواني بس، ثواني بس، لا انا عايزه استفيض في النقطه دي شويه. انا دلوقتي اول ما يجي وباء عندي في اي بلد، ان كان مصر او غيرها، اللي بيشيل الحاجه دي الممرضين في الخط الدفاع الاول. تمام. وبعدين الاطباء. ليه نظره المجتمع للاطباء اعلى من نظره المجتمع اللي انت قلته دلوقتي اتعرف امتى؟ لا اتعرف في الوقت الحالي بس كده. تمام. بس كده. ليه نظره انا بتكلم في المجمع اللي احنا النهارده قيمه الناس دي، قيمه العلم عموما يا جماعه، اتعرفت في الوقت الحالي. العلم نفسه اتعرف قيمته امتى؟ بالظبط. مش في التوقيت ده. النهارده كله تراجع والعلم هو اللي ايه؟ لان ده الصح. بالظبط. لان ده الصح. بزبط. تمام كده؟ يعني نقدر نقول ايه؟ الميزان ابتدى يتظبط. بالظبط. مظبوط كده يا دكتوره؟ بس لكن مش هنقدر نغفل ان ده فعلا حاصل. ما عندكيش امثله لتمريض راحوا جامعه مفتوحه سواء كليه تجاره او اداب او 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 عندنا، ومن مهنه يعني عندنا. انا شايفه مهمه جدا. هو بيستنكف انه يدخل تمريض مثلا؟ البيات بره، الشيفتات اللي هي طول الليل، نظره ايوه احنا مجتمع مثلا
لا حته البيات بره دي رساله، دي نظره مجتمع، ملناش دعوه بالمجتمع يعني. الناس مش كلها هتبقى فاهمه ان ده ايه، دي رسالة طبعا، ولعلمك ممكن توقف حال البنت في الجواز صح بالتاكيد، ممكن طبعا يعني بالتاكيد، ولا وده على يد كده شفته تبقى وعرفته، ممكن تكون النظره حاليا بتتغير مع وجود ازمه بالظبط، ولكن الاسباب لسه موجوده. يعني طبعا. انا برضو احب من المنبر ده ان انا برضو يعني انا بشكر حضراتكم ان انتوا سمحتوا لي بالفرصه دي. منورانا يا دكتوره واستاذ مروان، كتر الف خيركم ان انا موجوده معاكم النهارده. انا الحقيقه وصلتني شكاوي كتيره جدا من زملاء كتيره جدا، سواء في المستشفيات او في قطاعات اخرى، قالوا لي يعني هل يجوز انه الدوله وهي بتعمل يعني بتبتدي تاخد خطوات في معالجة الآثار الخاصة بفيروس كورونا، ويبقى البدلات اللي نازلة من قبل القانون اللي إنه 1220 أو 1225 للطبيب، مع كامل احترامي و 790 جنيه للممرضة اللي هي حاصلة على بكالوريوس، وتساوى هذه الممرضة بالكيميائيين والفيزيقيين. يعني كيف يعني انا اود ان انا فعلا اعرف ازاي. بص انا رايي ان كل رساله مهمه المدفع جدا واحد. لا يا دكتوره ايمان، هي يعني رساله مهمه كل جدا الناس بصراحه، اللي هي عرضه تمام كلام حضرتك منطقي واحد. تمام، لان الفيروس مش هيفرق بالظبط كده. طيب انا بقى ليا نظره غير حضرتك. اتفضل. تمام، هي بتقول ان الممرضين والممرضات خط الدفاع الاول، خط الدفاع الاول. طب انا يعني واحد في وش المدفع، اول واحد، ما الاطباء على عينه وراسنا. بص مش هنميز، انا شايفه ان كل واحد ماشي، بس انا يعني انا بقول حتى عشان ده، حتى عشان اجيب حقوق الناس اللي هي بتبقى في خط الدفاع الاول اساويهم بغيرهم. صدق ده في الاقل كلهم عايزين حقوقهم في الاقل، انا بتكلم في الاقل. تمام المستعان صح. كله محتاج يعني احنا ما انا قلت لك الميزان ما كانش ايه، ما كانش معتدل او ما كانش بالظبط النهارده. لا مع وجود ازمه زي دي حياه العيان اهي، كانت معانا في على التليفون، لو ما تمش الاهتمام بيها سواء من دكتور او تمريض او كانت راحت. اكيد فالنهارده وجود الناس دي حياه بالظبط. انا من نظرتي انا الجوانب البيئيه ممكن اقولناها، الجانب الايجابي والمشع بالنسبه لي انا ان انا خرجت من هذه الجائحه بمنحه ربانيه، الا وهي جميل جدا انه الناس بدات تعرف قيمه التمريض. اكيد دي طبعا من ناحيه. كمان ظهر للأطباء والقطاع الطبي كله أهمية الشغل كفريق عمل طبعا. وليس أنا صحيح. دكتور فأنا سوبيريور. الله ينور عليك يا دكتور. أنا دي ممرضة فهي أقل مني فهي لا دي تسمع كلامي. لا أنا زرت يعني جامعات ومستشفيات في الخارج يعني ولله الحمد، شفت قد ايه قيمة الممرضة، انه الدكتور لا يستطيع بدء العملية او بدء اي بروتوكول علاجي حقيقة حقيقة انا مش ببالغ، الا والممرضة واقفة وتستطيع ان هي ترده تقول له هذا العلاج غلط. بصي هو فكرة التيم ويرك او العمل الجماعي ده ديننا قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ربنا قادر ان هو ينصره لوحده، بالتأكيد. لا يعجز الله سبحانه وتعالى على انه ينصر رسالته برسول الله بس صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول انتصر بالصحابه. اكيد ده معناه ايه؟ فريق العمل، تيم وورك. بالظبط تيم وورك. يعني بصراحه انا زي ما قلت لحضراتكم في حلقه سابقه ان فيروس كورونا اعاد ترتيب المشهد من جديد، واعاد ترتيب المجتمع، واعاد لكل صاحب حق حقه. عايز حته ال WHO بسرعه. بالظبط سريعا، بالنسبه لل WHO هو بتطلع على طول تقارير، ودايما هي بتحذر، خلي بالكم يا جماعه احنا لسه في مرحله خطر ما نسترخاش. امبارح قالوا ايه؟ قالوا انه ممكن يكون في يعني موجات اشد فتكا من انا بالفعل بالفعل قريت ده وسمعت ده يا دكتوره ايمان، اللي بيحصل على البحر والطيران والتزاحم يعني والله انا من كام يوم ما شفت حصرت خايفه. وبعدين الناس النهارده مش في دماغها لما بيجي له حد ويجرى له حاجه. انا بقول مفيش كورونا وسط الناس يا دكتوره ايمان، انا ماشي على البحر في اسكندريه النهارده بقول مفيش كورونا. انا العدد هي دي مشكله، لازم نحافظ على التباعد الاجتماعي، اخذ الاجراءات الاحترازيه بالكامل. طيب عشان الحلقه خلصت عايز اقول حاجه صغيره في الاخر، ممكن الحاجه الصغيره دي تقوليها هتقوليها بس في 30 ثانيه، لا من اقل كمان. تمام. بالنسبه للتمريض احنا في الجمعيه، احنا في الجمعيه صرفنا N95 للتمريض سبيسيفيك،
جميل يعني جماعه اعملوا لي حص. ليه؟ لان انا عارفه ان امكانياتهم الماديه مش هتجيب ان هم بالزبط. وفي نفس الوقت الناس دي عندها عيال وبيوت وممكن يقعدوا فبنحاول ان ايه نحافظ قد ما نقدر ونعمل انفكشن كنترول قد اجتهادنا. ده جميل ده جميل الله المستعان. دكتور عزاء يعني في 30 ثانيه عايز من حضرتك كلمه اخيره. كلمة أخيرة بشكر حضراتكم طبعا وطبعا الشكر أولا وأخيرا وفي كل لحظة وحين لرب العالمين إنه ونطلب منه جميعا إن احنا يعني ربنا يحفظنا ويحفظ بلدنا يحفظنا جميعا يا رب باركوا من كل الناس اللي سامعينا واللي شايفانا. رجاء حافظوا على نفسكم حافظوا على بلدكم لأنه وانتوا بتحافظوا على نفسكم انتوا بتحافظوا على بلدكم لأن احنا قلنا المنظومة الصحية يعني ما نقدرش حتى في كل مستشفى كده للتعليم المجاني دي مطالبة. دي بنطلب يا جماعة حتى في كل مستشفى لا كده كده حتى يا جماعة نطلب بس انه يكون في خطة استراتيجية تحت مظلة الوزارة تحت مظلة الدولة ومتخذ القرار. انا اعلم جيدا ان هو عينه في كل حاجة وفي كل ملف يعني اطلب منه ان هو يبص بنظرة ثاقبة للتمريض وقيمته لانه بدون التمريض حقيقي المنظومة الصحية هيحصل فيها خلل. دكتور الواضح وقيمته ايا كان. استاذ دكتور عزة حسن استاذ ادارة التمريض والادارة الصحية كلية التمريض جامعة اسكندرية دبلوم الجودة الشاملة من الجامعة الامريكية استاذ زائر في جامعة ميلانو ايطاليا استاذ زائر في جامعة ساري انجلترا شرفتينا ونورتينا النهارده واستفدنا جدا من الحلقه دي يعني ما شاء الله ربنا يبارك فيكي وفي علمك. دكتور ايمن سلام شرفتينا ونورتينا. مشاهدي الكرام في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اشكر حضراتكم على حسن المتابعه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.